أهلين، ليش تأخرت؟ شو في؟ أنا آسف ما قدرت، بس في حدا لازم تشوفيه ضروري. معقول هيك تعمل فيي؟ معقول؟ عن جد ولد؟ لا تحكي بهي الطريقة قبل ما تعرفي شو القصة. ماريا إلها حق علي مثل ما أنت لك حق علي، عدو تفاهم. ميرا مجد ما قالوا عليها، أنا اللي أصريت عليها. هلا في أعرف شو بعد بدك مني؟ نور والبيت والدنيا كلها تركت لك إياها، شو بعد بدك؟ جاي أسألك نفس السؤال. أنت شو مفكرة حركاتك هيدي بتقطع علي؟ إنه يابا أنت تركت البيت كرمال تريحيني. على مين عم تضحكي؟ ماريا قلت لك أنا عن جد تركت البيت لهالسبب. لكن ليه بعتي له إيميل؟ بعت له الإيميل لحتى ما يفكرني هربانة، بدي إياه يعرف كل الحقيقة. بس هيك؟ ولا بدربك بتقولي له قد إيه أنت اشتقتي له وبتحبيه وبدك إياه يرجع لك؟ هيك بركي بالعجقة بتفرقينا عن بعض. ليكي أنا ماني مضطرة آخذ وأعطي معك بأي شيء. أنا ما رح خليك تفلي. نزلي إيدك، شو بكون نحن بمكان عام؟ خلصنا بقى، هيك ما رح توصلوا لحل. طيب عيل، بما أنه حضرتك فليتي كرمال تريحيني، ليه ما أخذت مصرياتك وفليتي؟ ليه تركي هيدا الموضوع الآن بينك وبين نور؟ في أفهم؟ لأنه مثل ما قلت لك ما بدي آخذ وأعطي معك بولا شيء. بدك تاخدي وتعطي معه، ما هيك؟ أنا عارفة أنت بشو عم تفكري وشو ناطرة. أنت عم تعدي لي أيامي كرمال ترجعي له، ناطرة لأنا أموت. لك في لك قلب؟ أي ماريا 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 ميرا بليز خلص فكري على الموضوع إذا بتريدي. يا ماريا قلت لك والله العظيم ما عاد إلي جلية بدي أتخانق معك، أنا تعبت ما بدي أتقاتل أنا وياك لك خلاص. شو بعد بدك؟ تركت لك كل شيء، بيطلع الحق علي أنا هلأ؟ أنا ما رح سامحك، أنا وبقبري ما رح سامحك.